قلبك قلبك، قلبك قلبك، انظر وتمعن وتدبر وتفكر في حال أبيك آدم. إياك أن تغتر فتقول أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنا من أمة التوحيد، أو أنا من الأمة الخاتمة، أو كما يبرر لك بعض مشيخة الجهل وبعض أدعياء العلم الذين يخاطبونك دائما بخطاب التغرير، بخطاب التواكل، بخطاب هو أشبه ما يكون بخطاب يهود حينما قالوا نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يعذبنا الله أبدا. فأصابهم الله بخزي وذل الدنيا والآخرة حينما تركوا الثغر وتركوا دينهم يؤتى من قبلهم وهم قعود يتفرجون. إياكم أن يغرر بكم فيقال أنتم وأنتم وأنتم وأنتم، أبدا أيها الأحباء أبدا. إنما علينا أن نعرف حجمنا وأن نعرف قدرنا وأن نعرف من نحن. انظروا إلى أبيكم آدم، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء، أمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه جنانه بجواره، وأمره أن لا يخالف أمره في شجرة واحدة من أشجار الجنة. فلما تغير ما في القلب وامتدت اليد إلى الشجرة لم يفده أبدا، لم يفده عز واسجدوا لآدم، ولا وسام ونفخت فيه من روحي، ولا تمييز لما خلقت بيدي، ولا رفعت وعلم آدم الأسماء كلها، وإنما أهبطه إلى الأرض. ولم ينتفع آدم إلا بذل وانكسار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي ينفع أيها الأحباء، هذا هو الذي ينفع. ما أحوجنا الآن نحافظ على هذه القلوب بذل وانكسار، ربنا ظلمنا أنفسنا. إن الأمر سهل، سهل أيها الأحبة، لا يحتاج منا إلا إلى خطوتين اثنتين. خطوة نطوي بها الماضي بآثامه وذنوبه وتقصيره من خلال إعلان توبة قلب، وإنما التوبة من أعمال القلوب. وإذا بالمولى حينما يرى صدقنا في التوبة يطوي لنا الماضي بخطوة قلبية واحدة، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أظهروها منكم انكسارا مناجاه، ذلا تربيه، أظهروها منكم وقوفا على الباب وانطراحا على الأعتاب، أظهروها منكم إن ذل ربنا ظلمنا أنفسنا سيورثكم عز، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخطوة أخرى هي خطوة المستقبل، حينما تعزم القلوب وتجزم على ما يرضي الله، فتعاهد على أن لا تقع في الذنب، وتوقع على ميثاق إن الله اشترى فنبيع. ويعلم الله منها أن المستقبل إنما هو عدة وعتاد واستعداد وإباء وتضحيات ودماء وجهاد وأشلاء. حينما يعلم الله أن القلوب مستعدة بصدق وعزم وجزم سيهيئ لنا من أمرنا رشدا، وسيفتح لنا من لدنه بابا، وسيرسل لنا نصرة وعونا، وستدركنا غارته في الوقت الذي لا يظن أحد أننا مدركون.